للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى الطائي، مرحبا بك. حياكم الله خير. أكدتم في بيانكم دكتور أن لديكم معلومات تؤكد قيام ديوان الوقف السني بالتفريط بمصالح الوقف والمساجد، بماذا تمثل هذا التفريط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التفريط حقيقة له وجوه كثيرة. الوجه الأول في عملية الاتفاقات التي حصلت، يعني الكل يعلم بأنه يعني هذا معروف لدى العاملين في الأوقاف. الأوقاف يعني عند الطائفة الشيعية تكون، وهذا بتوجيه من المراجع وقديما هذا حصل، يكون وقف ذري ليس وقف مضبوط. ما معنى ذلك؟ وقف ذري يعني المرجع يوصي الناس، من يريد أن يبني حسينية أو يبني فد شيء يوقفه على ذريته، ويكون هناك يعني المتولي عليها هو المرجع أو كبير المراجع الموجودين. وهذا كان جزء حتى لا تكون هناك سلطة للدولة على هذه الأماكن، لا بالتعيين ولا بالإشراف ولا بأي شيء. يعني كثير من هذه الحسينيات ليس للدولة أي يد عليها، لا سابقا ولا لاحقا. أما بالنسبة لأهل السنة فبالغالب المساجد والأماكن الأخرى هي موقوفة، يسمى وقف مضبوط، بمعنى أنه هذا الشخص يشتري الأرض يبني عليها المسجد، بعد ذلك يسجلها وقفا لوزارة الأوقاف حينها. فبالتالي كل الأموال الموقوفة الموجودة هي وقف لأهل السنة وليس للوقف الشيعي منها أي شيء. لماذا؟ استنادا إلى حجج الوقفيات الموجودة. هذا أولا. ثانيا عملية الفرز، أنه ما حصل أنه اتفقوا على أنه كل يعني مؤسسة أو مسجد مسجل باسم الأوقاف يكون مناصفة. طبعا هذا خلاف الشرع وخلاف القانون. لماذا؟ لأن الوقف على شرط الواقف. يعني على سبيل المثال الموقوفات كما ذكرنا يذكر اسم الواقف ويذكر شرط الوقف ويذكر كهذه الأمور. فليس العبرة بالاتفاق الذي يحصل، لأنه ليس هناك تنازع بين أشخاص حتى يتم عملية تسوية الأمر. هذه أوقاف يعني بمعنى موقوفة للمسلمين والموقوف على شرط الواقف. المسألة الأخرى، عندما يتم التنازع وإحالة الموضوع إلى المحاكم المختصة، مع شديد الأسف الوقف دائرة الوقف السني لا تذهب إلى المحكمة ولا ترسل أي محامي، بدليل حتى يعني هذا جزء من التقصير المتعمد. دائرة الوقف مع شديد الأسف ضعيفة جدا، أو لنقول هي يعني من تعطي هذه الذريعة حتى تسجل هذه الأموال إلى الوقف الشيعي. إذن الأزمة الوقف هذه الشيعي استولى على أموال كثيرة في الموصل وفي بغداد وفي المناطق الوسطى والجنوبية. كل هذه الأموال ليس من حقه، وإنما هي أموال موقوفة لأناس معلومين وبحجج وقفية، وقف مضبوط. يعني على سبيل المثال كثير من المساجد التي أصلا باعتراف الوقفين أنها تابعة للوقف السني، لكن إلى الآن لم تسلم. يعني على سبيل المثال في النجف لا يوجد مسجد لأهل السنة، كلا المسجدين تم الاستيلاء عليهما واغتصابهما، مسجد الحمزة ومسجد المنابر. لماذا يتم التنازل عنهما من قبل الوقف السني؟ لماذا يتم التنازل الوقف السني عن الكثير من الأوقاف؟ ليس من حقه أن يتنازل أخي الكريم، ليس من حقه. هنا التفريط بحيث أنت تتجرع على حق الله تبارك وتعالى لمال موقوف. هذه يعني عندما تأتي إلى مثلا كربلاء، مركز كربلاء لا يوجد مسجد لأهل السنة، كلها صدرت. يعني على سبيل المثال أذكر لك مثالين، وهذا أشهر شيء. عندنا مسجد الحميدية أو غير اسمه إلى العباسية، هذا المسجد وقف للسلطان عبد الحميد الثاني. يعني الجهة الوقفية معلومة، وجهة كل الأوراق الثبوتية تدل على أن هذا المسجد موقوف من قبل السلطان عبد الحميد الثاني. عندما تجد إلى مسجد الحسين اللي في داخل كربلاء الذي أيضا اغتصب،
وهو ايضا مسجل وقفا من طيب السلطان عبد العزيز. دكتور يحيى، شكلتم لجنة من الهيئة لمتابعة التجاوزات بشأن الأوقاف في العراق، إلى ماذا أو إلى ما انتهت هذه اللجنة؟ أخي الكريم، هناك يعني توجه من الحكومة ومن الوقف الشيعي بالتواطؤ، هكذا أقول، بالتواطؤ وبتفريط من الوقف السني بكثير من الأملاك على مستوى الموصل وصلاح الدين وبيجي وبلد وبغداد وغيرها من المناطق. هناك مؤامرة على هذه الأموال لاستباحتها بغير وجه حق لا قانوني ولا شرعي. مع شديد الأسف، هؤلاء من أجل الكراسي ومن أجل المناصب باعوا كل شيء، وهذه ذمة للمسلمين، كيف يسوغ لهم أن يفرطوا بها عبر اتفاقات جانبية وعبر صفحات؟ وهذا جزء طبعا من الفصل الطائفي الذي يريدونه هم. يعني الوقف السني لم يتطرق في اتفاقياته أيضا يعني مع الوقف الشيعي إلى إعادة المساجد والوقفيات، هل هذا معناه أن هناك ربما اتفاقات من أجل مناصب ومراكز مثل ما تفضلتم؟ بالتأكيد أخي الكريم، ملفات الفساد هي تقايض بهذه الأمور، وإلا الكل يعلم لماذا سكتوا عن كثير من الأمور المثبتة على الوقف، هذه مقابل صفقة أخرى. الصفقة الأخرى هي التفريط بهذه الأموال والتفريط بهذه الوقفيات والتفريط بهذه الأموال. إذن ما دور الحكومة مما يجري؟ يعني لجنة الهيئة أرجعت تنازل ديوان الوقف السني عن وقفياتها للوقف الشيعي إلى الضغوط التي تمارسها الحكومة أيضا في بغداد، بالإضافة إلى ما تفضلتم به من يعني هناك سياسة ربما تخادم أو من أجل مصالح أو مراكز أو مناصب. إذن كيف تقيم دور الحكومة في كل ما يجري؟ الحكومة هي جزء من هذه العملية، بل أساس المشكلة هي الحكومة والميليشيات الطائفية هي التي تدعم هذه الحالة. مؤسسات الدولة كلها تسخر من أجل تغيير هذه المعالم، وإلا كيف يسوغ للوقف أو يتفق مع الوقف الشيعي الرجوع إلى دائرة الدوائر الأخرى لإثبات الحجج والوقف؟ الحجج والوقفيات كلها مضبوطة وموقوفة ومسجلة تسجيلا رسميا ومدونة في كل السجلات. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول، مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة دكتور يحيى الطائي، شكرا لكم.